إننا نبرأ من هذه الدماء، نبرأ من هذا الخروج، نبرأ من هذا الاجتماع حول قول الرئاسة، حول قصر الرئاسة وغيره من المنشآت وغيره في الشوارع، وأنتم تعلمون هذا، قلناه تكرارا ومرارا، نبرأ من ذلك ونبرأ بالمضاد من مظاهرات تخرج ضد المظاهرات، نبرأ من كل دم يسيل. إننا براء، إننا براء من هؤلاء، وإن تسموا بالإخوان وإن تسموا بالسلفيين، إننا نبرأ من صنيعهم، نبرأ من فعلهم، نبرأ من طريقتهم، نبرأ من منهجهم. إنني أعلنها على المنبر، لسنا منهم وليسوا منا. حدثوا الناس ذامين أو مادحين، حدثوهم أننا براء من هذا، حدثوهم أننا لسنا منهم، لسنا منهم، لسنا نكفر المسلمين، لسنا نكفر المسلمين، ليس نضع الحرب التي ربما لا تنتهي، لا تنتهي، من أجل ماذا؟ من أجل دستور لا يعلم الرجل على أي شيء قاتل ولا بأي سبب قتل. كلهم شهداء، كلهم شهداء. أي سذاجة! الطالب والمطلوب شهيد، القاتل والمقتول شهيد، ورسول الله يقول القاتل والمقتول في النار. من باب الوحيد، ولسنا نجزم لمعين بأنه إن عصى بالقتل أنه يكون من أهل النار، لكن هذا من باب الوحيد. النبي يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وهؤلاء الذين تبرعوا منهم الآن يقولون إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول شهداء. نبرأ، نبرأ، نبرأ من هذا. حدثوا بما تريدون، حدثوا بما تريدون. بالأمس كنا نقف بجوار ولي الأمر لأننا عبد الطاغوت. طب واليوم، واليوم، واليوم يا أخواني يا أحبتي، مصر بلدنا تعيش أزمة علماء، أزمة مشايخ، أزمة تضليل. لهذا فإن العالم الرباني هو العالم الذي يقود الأمة إلى بر الأمان. ابن المبارك بين يدي الفضيل بن عياض، ويقول الفضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. فقال ابن المبارك: لما يا أبا علي؟ لماذا؟ اجعلها لنفسك، لو كانت دعوة مستجابة اجعلها لنفسك. قال: لأنها لو كانت لي لم تتجاوزني، وإن كانت للسلطان أصلح الله به العبادة والبلاد. فماذا قال ابن المبارك؟ ماذا قال ابن المبارك؟ والفضيل هو الذي يفتي بذلك. قام ابن المبارك فقبل بين عيني الفضيل وقال، قبل بين عينيه وقال: والله، والله لا يحسن هذا غيرك يا أبا علي. ما يقول هذا مع مرارة ظلم الحاكم أحد إلا وقد استقرت السنة في قلبه؟ ما يقول هذا ولا يحسن هذا غيرك يا أبا علي؟ أيها الأحبة، نبرأ إلى الله من دماء المصريين، نبرأ إلى الله ممن يفتي بالمظاهرات اعتراضا أو ردا، نبرأ إلى الله من الدستور بنعم وبلا لأنه مشاركة في تلك المنظومة العفنة، نبرأ إلى الله عز وجل من كل جاهلية، ونقول إن أمة مصر أمة واحدة، إن أخطأ الواحد صوبناه، سددناه، أرجعناه. أما الحكم بالتكفير فإنه لا يكون إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، ولا يكون لأحد الناس، إنما يكون هذا على يد العلماء، على يد الربانيين، هم الذين يحكمون بخروج رجل من ملة الإسلام بعد أن كان له عقد الإسلام. أما أن يكون ذلك للناس، لعموم الناس، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، من لم يصوت بنعم فهو كافر. نبرأ إلى الله من هذا. أسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يحفظ علينا أعراضنا، وأن يحفظ علينا مصرنا، وأن يحفظ علينا بلادنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.